أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لدي عم قد آذاني 15 سنة وهو يعمل بي السحر، وحاولت. نعم. يقول: لدي عم قد آذاني 15 سنة. عم؟ نعم. أي. قد آذاني 15 سنة وهو يعمل بي السحر، وحاولت الابتعاد عنه وقد تسبب بي بسحر أخي ومات أخي، فماذا أعمل معه؟ وهل أقطع رحمه؟ إذا صح هذا وأنه ساحر، الساحر كافر، يكفر بذلك ولا يجوز لك مودته ولا محبته، هو كافر، تبتعد عنه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم، والساحر كافر كما في القرآن والسنة. نعم.